انا لازم اشوف زي الراجل لازم يبقى رومانتك والست كمان، ما ينفعش يبقى هو لوحده. ده عظيم نظريا، واقعيا الواقع واقعيا انا مش شايفه رومانتيزم في ولا في الرجاله ولا في الستات. انا ولا شايفه في الرجاله ولا في الستات. لا ستات قليلين. بصي انا حضرت سمعت الانترو بتاعكم، وانا من النوع اللي دمعتي قريبه جدا جدا، يعني مش بستعملها خالص كسلاح. انا طبيعتي كده لاي حاجه فاوفر سنسيتيف ماشي، فمش هستعملها كسلاح. وانا فيري رومانتك، انا بطبعي فيري رومانتك، ممكن عشان كده ان انا مضيت فتره كبيره سنجل، لانه انا مش لاقيه الحد اللي ممكن يديني نفس المشاعر، يبقى ميتشوال. يعني انا هبقى مهتميه بيه، هراعيه، هسال عليه، مش بس الهدايا، برضو جات الهدايا، مش الهدايا، مش الحاجات الماديه. ما تحول مجتمعنا لماديات، ولذلك هو الراجل واخد فكره وحشه قوي عن الست. هما الاثنين بيقولوا الهدايا وازاي ذا فاليو اللي هو على قد ما بيهديها، لكن ما يمنعش طبعا انه هي اكسبرس لازم يعبر عن مشاعره لو عنده القدره من وقت للتاني، في عيد جواز، في عيد ميلادها، مش لازم. لكن يعني ممكن ورد، انتوا جالكوا الورد وانبسطتوا جدا انه جالكوا ورد، يعني احنا مش الستات حتى لو ورده، يعني الورد قد ايه بسطكم، وانه ذكرتوا المدام اللي بعتت لكم وشكرتوها. احنا برضو محتاجين حاجه زي كده، وردة، كلمة حلوة، ابتسامة، ابتسامة هي دي. وهو لا ابتسامة مش رومانسية، حاجة ميتشوال، ميتشوال واجب عليه. يعني لا مؤاخذة انا اتجوز جوزي يخش لي متكشر ليه؟ لا يعني على اساس الابتسامة، الابتسامة صدقة. ما هو لازم قاعد لازم صدقة يخش يبتسم داخل، يعني الاولى تبقى لمراته. هو برضه انت مقابلاه عاملة ازاي؟ انا كويسة بس هو مش داخل لو كويسة وبتبتسم هبتسم اكيد، لكن لو متكشرة فانا لازم ادي وش. انا كمان خليك مبتسم، رد على الابتسامة مش هي دي الرومانسية. انا بتكلم ان الرومانسية بالنسبة لنا مختلفة تماما عن ترجمتها للرجال، عشان كده احنا محتاجين نفهم بعض. انا كنت لسه قبل ما نطلع هوا بقول ان احنا في موضوع الرومانسية دي عاملة كأنك واحد بيتكلم ياباني، واحد بيتكلم صيني، والاثنين بيتكلموا في نفس بنفس الطريقه، وهما الاثنين مش فاهمين بعض. لما بتجيب مترجم في النص ده بيفهم هو الثاني عايز يقول ايه، وده بيفهم الثاني عايز يقول ايه. بمعنى احنا الرومانسيه بالنسبه لنا كلها عباره عن كلمه حلوه، خروجه حلوه، دلع، زغزغه وانا ماشيه في البيت، دي انا بالنسبه لي منتهى الرومانسيه.